أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من الشرقية نيوز، يتولى على تقديمها أنا بيان عبندة وعمر محرف. تحية لك بيان. مشاهدينا أهلا بكم، البداية بالعناوين. أصعب 9 أيام إجتا، عاد العمر كله يمكن الفات والحيجي، مش تتصور أنه راح أعيش. الشرقية نيوز تروي القصة الكاملة وتكشف أسرار عملية اختطاف الصحفية أفراح شوقي. اختطاف أفراح شوقي هي فيلم هندي لكنه انتهى ولأول مرة نهاية سعيدة، تقول حنان الفتلاوي. وفائق الشيخ علي يتساءل لماذا اختطفت وأين احتجزت وما التهمة التي وجهت إليها وبماذا اعترفت. سقوط طائرة عراقية روسية الصنع في صلاح الدين هي الرابعة خلال أشهر، يعيد المطالبات بإعادة النظر في صفقات السلاح الروسي. أحمد مدلى طلال يستضيف السوبر وزير محمد شياع السوداني ويناقش معه قرار استبعاد 220 ألف مستفيد من منح الرعاية الاجتماعية. أردوغان يؤكد أن العلاقات العراقية التركية ستعود للأفضل، وبن علي يلدرم يقول إن بلاده لن تكون في أمان من دون سلطات قوية في العراق وسوريا. أهلا بكم إلى التفاصيل. قالت الصحفية العراقية أفراح شوقي في أول مقابلة منفردة مع قناة تلفزيونية بعد إطلاق سراحها، قالت إن الضغط الشعبي وضغط الصحافة والمنظمات الإنسانية كان لها الأثر الأكبر في إطلاق سراحها. وأضافت شوقي للشرقية نيوز أن عملية الإفراج لم تكن سهلة وخضعت لمفاوضات على مدى يومين مع الخاطفين. ووجهت أفراح شوقي شكرها للشرقية نيوز ولكل الجهود التي ساهمت في الإفراج عنها. أفراح الحمد لله على السلامة. الله يحفظك ويسلمك. كيف كانت الأيام السوداء اللي عشتيها تحدثين عنها في حالة الاختطاف؟ يعني أيام كلش صعبة، بعيدة عن أهلي وما أعرف الناس اللي خاطبيني مع صوبة العين، وضع صعب جدا. يعني 9 أيام كانت أصعب 9 أيام إجتا، عاد العمر كله يمكن الفات والحي يجي، مش تتصور أنه راح أعيش. وضع كان جدا صعب. معدة مسبقا خاصة هيجي حالات، وكل شيء معد بحرفية، وكنت معصوبة العين طيلة فترة احتجازي على مدى 9 أيام، حيث كانوا حريصين انه ما اتعرف على اي شخصية من عندهم، كانوا يرتدون اللثام ايضا وايضا كان اكو تحقيق. ما جرب التحقيق يعني؟ جرب التحقيق مواضيع تخص مجمل العمل الصحفي، وأيضا التركيز على قضية تقرير الشرق الأوسط اللي كان سبب يعني في الضجة الكبيرة، هذا التقرير المسيء بحق الزيارة الأربعينية اللي كان هناك شكوك بأنه أنا كتبته، لكن بعد التحقيق متواصل اتضح براءتي وتأكدوا من هذا أنه أنا بعيدة تماما عن هذا الموضوع، أني تارك العمل في هذه الجريدة. انتهى الموضوع وجرى طاقة إطلاق. كنت تحسين أنه يعني ربما قريبة من الموت أو قريبة؟ طبعا. كيف؟ طبعا أنا كنت وحيدة، كنت لوحدي في وسط جمع من الرجال تقارب عددهم تقريبا 50 رجل سلح، وفي مكان نائي، مكان بعيد، مكان ما أدري بيه وين. عشت أيام طويلة بظلام دامس حكم انه عيوني مسدودة، تحقيق متواصل. إذن مشاهدينا هذا ما صرحت به أفراح شوقي بعد إطلاق سراحها، ذكرت بأنها تعرضت للاحتجاز في سنزانة معدة لهذا الأمر، وإنها كانت معصوبة العينين
وأنها تعرضت للتحقيق في قضية المقال الذي أساء أو المسيء من قبل جريدة الشرق الأوسط، وإنها قد برئت من هذا المقال. نتابع مرة أخرى ما قالته أفراح شوقي بعد إطلاق سراحها. أفراح، الحمد لله على السلامة. الله يحفظك ويسلمك. كيف كانت الأيام السوداء اللي عشتيها؟ تحدثين عنها في حالة الاختطاف. يعني أيام كلش صعبة، بعيدة عن أهلي وما أعرف الناس اللي خاطبيني مع صوبة العين. وضع صعب جدا، يعني 9 أيام كانت أصعب 9 أيام عشتها، بتعادل عمري كله يمكن الفات والحيجي. مش تتصور أنه راح أعيش. وضع كان جدا صعب، بس الحمد لله والشكر كأنما الله يعني كتب لي عمر جديد بالأيام الأخيرة، خصوصا الأيام الأخيرة أعتقد بسبب يعني التصعيد والوقفة، الناس وقفوها وياي، والدعوات المنظمات والبيانات اللي حس يعني من جيت عرفتها، بس هي كانت لها أثر بالأيام الأخيرة على الموضوع. كانت أيامك يعني في محجر أو سجن أو كيف يعني؟ كانت زنزانة محكمة، يعني معدة مسبقا خاصة هيك حالات، وكل شيء معد بحرفية، وكنت معصوبة العين طيلة فترة احتجازي على مدى 9 أيام، حيث كانوا حريصين أنه ما أتعرف على أي شخصية من عندهم، كانوا يرتدون اللثام أيضا، وأيضا كان أكو تحقيق. ما جرب التحقيق يعني؟ جرب التحقيق في مواضيع تخص مجمل العمل الصحفي، وأيضا التركيز على قضية تقرير الشرق الأوسط اللي كان سبب يعني في الضجة الكبيرة، هذا التقرير المسيء بحق الزيارة الأربعينية اللي كان هناك شكوك بأنه أنا كتبته، لكن بعد التحقيق المتواصل اتضح براءتي وتأكدوا من هذا أنه أنا بعيدة تماما عن هذا الموضوع، أني تارك العمل في هذه الجريدة. انتهى الموضوع وجرى طاقة إطلاق. كنت تحسين أنه يعني ربما قريبة من الموت أو قريبة؟ طبعا. كيف؟ طبعا أنا كنت وحيدة، كنت لوحدي في وسط جمع من الرجال تقارب عددهم تقريبا 50 رجل سلح، وفي مكان نائي، مكان بعيد، مكان ما أدري بي وين. عشت أيام طويلة بظلام دامس حكم أنه عيوني مسدودة، تحقيق متواصل. ففعلا كنت أشعر بالأيام الأولى أنه أنا خلص وضع انتهى، لأنه كل شيء كان يؤدي يعني لهذا المعنى، التحقيق من تعصيب العين من كثير من الأمور. بطبيعة الحال يعني ماذا تردين على الأقاويل التي نسبت أن أفراح شوقي لم تكن مختطفة، حتى سياسيين يعني بعضهم؟ نعم، هذا شيء طبيعي، يعني لم أتفاجأ، حكم أنه العمل الصحفي قد تحصل فيه بعض الأحيان مثل هكذا أمور، لكن مو بهذا الموضوع، مو بهذا الحجم، مو بهاي الهالة، لأن أنا عندي أولاد 2، أكو شهود عيان، بعدين أنا مو بحاجة لهاي الفبركات حتى أهاجر مثلاً أو حتى أحصل في الصيد. موضوع أكبر وأخطر، موضوع أنه بي يعني هالمستوى على عمر صحفية بالوسط بغداد ببيتها بهالطريقة، ما أعتقد إلا إذا كانت مخرج هناك من هوليود ممكن يرتب كل هاي الأمور، وأكيد أنا ما بحاجة لترتيب هاي الأمور، بالعكس أنا أتمنى الموضوع كله كان حلم، دائما أقول يا رب إن شاء الله يطلع حلم وأصحى. هذا الموضوع استمر عندي على ما 9 أيام، باليوم اللي قالوا لي راح نطلق سراح كنت أصرخ بين يعني فرحانة وبين أبكي بدون شعور، حتى خفت إنه أنا أكون فقدت عقلي من الفرحة. الحمد لله والشكر الله أعطاني تحمل كبير على هاي الشدة، وقدرت أسيطر على نفسي في وقت يمكن هواي الرجال ما يتحملون الأشياء اللي إلى ربما شيء من يعني مثلا تعذيب أو لا، بس كان أكون مستوى التحقيق مخيف جدا، بس ما ضروا، كانوا يحاولون فقط إخافتي، حتى يحاول إثارتي إنه أعترف، بس
لا ماكو شيء الحمد لله. الحمد لله شكرا. نعم موضوع اطلاق السراح لم يكن سهل بالنسبه لهم لانه اعطوني تقريبا يومين بوعد انه راح يطلقون سراحي. كنت المس استعدادات هذا الموضوع من ضمنها انه بقوا اخذوني من مكان الاحتجاز وانا ايضا معصوبه العين وطلعت من مكان الاحتجاز الى منطقه هي منطقه الخط السريع الشعله باتجاه الكاظميه الساعه 11 تقريبا او 10:30 وقالوا لي مسبقا هنا احنا راح نذبك امام سيارتك. أول ما توقف السيارة تصعدين السيارة تشوفتون طلقين للأمام لا تستديرين لا يمنى ولا يسار فتتوقفين أمام أي سيطرة وروحي روحي بالفعل ومثل ما كان مخطط. وطبعا عادوا لي قبلها كل أشياء اللي أخذوها اللي أنا ما كنت أعرف هم شو أخذوا لأنهم أخذوني وبعدين أخذوا الأغراض من البيت بعد ما دخلون السيارة. كانت الأغراض عبارة عن لابتوبات شخصية وهواتف موبايل وأوراق وطابعة وتليفون وجنطة شخصية كل هاي رجل هذا أخوي شايل ابني تعال يوسف وبعدين شنو قلتي ما شفتي يوسف ويونس؟ أنا كنت طيلة فترة الاحتجاز أصيح باسم أولادي أقول بلكي يمكن صار خاطرهم علي كانوا هم حفظوا أسماء يوسف ويونس يقولوا لي ندري ندري يوسف ويونس ندري فالحمد لله والشكر يعني قلت يعني الله خلاني على مدى ربيهم وأبقى وياهم الحمد لله ولحد الآن أقول هذا حلم يعني فرحانة كلش الحمد لله. الله يحفظكم الله يحفظكم شكرا. هذا ابني الكبير يوسف يوسف كان دائما يجي ببالي لانه يتلقاني من اطبل البيت واني بالسياره ويونس ايضا والحمد لله اهلي ما قصروا خوال واخوان وخالات وعمات وياي واولادي وما خلوهم يحسون ان امهم ما موجوده الحمد لله والشكر. ان شاء الله هذا الموقف ما ينعاد على اي عراقي ان شاء الله نخلص من هاي الاوجاع كلها. انا اشكر الشرقيه دعم المتابعات واشكر جهات اصوات الصادقه اللي دائما تنطلق والسبق دائما الشرقيه اتمنى دائما نقل الحقائق تماما لان الشعب بحاجه فعلا للحقيقه. ان شاء الله دائما تبقى الشرقيه فد نافذه لهذه المكانه والحقيقه دائما نتبناها. إذا مشاهدينا استمعنا إلى تصريح الصحفية أفراح شوقي حول تفاصيل عملية الاختطاف من خلال المقابلة المنفردة من قبل قناتنا قناة الشرقية نيوز والتي سردت فيها وتحدثت عن الأيام التسعة التي قضتها في زنزانة معدة مسبقا وأنها كانت معصوبة العينين ولم تكن تتوقع بأن تكون على قيد الحياة من خلال الفترة التي احتجزت فيها وأنه جرى التحقيق معها حول المقال الذي نشرته على صفحتها. وحول تفاصيل المكان ذكرت بأنه كان مكان يعني بعيد جدا وفي أجواء يسودها الظلام وتوقعت بأن تنتهي حياتها هناك وأن عملية الإفراج خضعت لمفاوضات ليومين مع الخاطفين. كما ذكرت بأن المجموعة الخاطفة كانت حريصة على عدم التعرف على أي شخص منهم وبخصوص ردود الأفعال التي صدرت من البعض بأن هذه العملية هو فيلم ذكرت أفراح بأن يعني إنها ليست بحاجة إلى فبركة هذا الموضوع في ظل وجود شهود وأيضا عملية اختطاف كانت مروعة وإنها كانت بحاجة إلى الخروج بأسرع وقت من خلال هذا الاحتجاز. مشاهدينا هذا الحصاد مستمر ونتابع فيه. أصعب تسعة أيام عشتها بعد العمر كله يمكن الفات والحي يجي مش تتصور إنه راح أعيش. الشرقية نيوز تروي القصة الكاملة وتكشف أسرار عملية اختطاف الصحفية أفراح شوقي.
اختطاف أفراح شوقي هو فيلم هندي لكنه انتهى ولأول مرة نهاية سعيدة، تقول حنان الفتلاوي. وفائق الشيخ علي يتساءل لماذا اختطفت وأين احتجزت وما التهمة التي وجهت إليها وبماذا اعترفت. وتسرد شرقية نيوز في حصاد هذه الليلة القصة الكاملة لاختطاف الصحفية العراقية أفراح شوقي ثم الإفراج عنها بعد 9 أيام غامضة تخللتها مواقف أمنية وسياسية عراقية ودولية وتظاهرات فرقت بالقوة ومطالبات عدة بكشف ملابسات الحادث الذي بقي مجهولا حتى بعد الإفراج عن أفراح. أفراح شوقي اختطفها مسلحون مجهولون يوم الاثنين قبل الماضي والموافق 26 من شهر كانون الأول بعد أن اقتحموا منزلها الواقع جنوبي بغداد وسرقوا مقتنياتها واعتدوا على أحد أفراد أسرتها. عائلتها أكدت أن 3 عجلات نوع بيكاب من دون أرقام يستقلها مسلحون يرتدون الزي المدني دخلوا منزل القيسي الواقع في منطقة السيدية واعتدوا على أخ زوجها بالضرب بالأسلحة. وأضافت أن المسلحين سرقوا الذهب والمال وأخذوا عجلتها واقتادوها إلى جهة مجهولة. وكانت الصحفية أفراح شوقي نشرت قبل ساعات من اختطافها مقالا في صفحتها على فيسبوك حمل عنوان استهتار السلاح في الحرم المدرسي، وجاء فيه ليس أبشع من حادث في بلد أسوأ من إهانة المعلم الذي كاد أن يكون رسولا، وليس هناك من سوء أكثر من استهتار حملة السلاح فيها. وتناولت في المقال ما تعرضت له مديرة مدرسة في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار من قبل أحد ضباط وزارة الداخلية، وخلصت إلى التأكيد أن كل ما يحصل هو ثمار ضياع هيبة الدولة أمام نفوذ الآخرين. ونظم صحفيون وناشطون مدنيون وحقوقيون العديد من الوقفات الاحتجاجية ومنها تظاهرة أمام المنطقة الخضراء للمطالبة بالكشف عن مصير الصحفية المختطفة أفراح شوقي من منزلها. قوات الأمن العراقية فرقت هذه التظاهرة باستخدام القنابل المسيلة للدموع ما أدى إلى إصابة عدد من الصحفيين، وأكد المتظاهرون في وقتها استمرارهم بالتظاهر لحين الكشف عن مصير الصحفية المختطفة ومعرفة الجهة الواقفة خلف حادثة الاختطاف. وأعلنت عائلة الصحفية العراقية المختطفة أفراح شوقي إطلاق سراحها من قبل الخاطفين بعد 9 أيام من اختطافها. ونقل مراسلون عن أفراح شوقي القول إن الخاطفين استجوبوها وخرجت براءة، في إشارة إلى أن الخاطفين كانوا يحملون صفة رسمية دون أن تبين الجهة التي استجوبتها. وأضافت أن الخاطفين عاملوها معاملة جيدة داعية إلى الإفراج عن آلاف سجناء المظلومين في البلاد. وأكد شقيق أفراح شوقي أن الخاطفين تركوها تقود مركبتها ولا أثر لأي ضرب أو تعذيب عليها. اطلاق سراح اليوم فرحتونا اليوم عندنا عيد صدق عيد، يعني قبل كم يوم راس السنه احنا ما احتفلنا لان هي كانت تسوي لنا دعوه الاحتفال مراس السنه، هسه فرحنا. الله يحفظكم قواتنا الامنيه، الله يحفظك. شلونك صار وجودكم بهذا المكان وتامين حمايه لها؟ اكيد اكيد ان شاء الله، والحمد لله على سلامتها ان شاء الله ان شاء الله، وهذا اكيد خبر مهم ومفرح ان شاء الله. وشككت رئيسة كتلة إرادة النيابية حنان الفتلاوي بحادثة اختطاف وإطلاق سراح الصحفية العراقية أفراح شوقي. وقالت الفتلاوي في تغريدة لها على تويتر إن حادثة اختطاف الصحفية أفراح شوقي التي أطلق سراحها اليوم
هي فيلم هندي لكنه انتهى ولأول مرة نهاية سعيدة. وأضافت الفتلاوي أن هذا الفيلم بدأ باختطاف لكن من دون قتل أو فدية أو أي شيء آخر، لينتهي بعدها نهاية سعيدة في فنلندا ومكالمة VIP، في إشارة إلى زوج الصحفية أفراح شوقي الموجود في فنلندا الذي يسعى إلى لم شمل عائلته معه. وختمت الفتلاوي تغريدتها بهاشتاغ إخراج فاشل. من جانبه طالب النائب عن التحالف المدني الديمقراطي فائق الشيخ علي طالب بكشف الجهة التي اختطفت الصحفية أفراح شوقي. وقال الشيخ علي في تغريدة له على تويتر إنه لا يمكن القبول بما قالته الصحفية المطلق صراحها أفراح شوقي حين ذكرت في مؤتمرها الصحفي أنه لا يوجد أي شيء وأن ما حدث هو تحقيق بسيط. وطالب النائب عن التحالف المدني الديمقراطي بكشف الجهة التي اختطفت أفراح شوقي وبمن ترتبط ولماذا اختطفت وأين احتجزت وما التهمة التي وجهت إليها وبماذا اعترفت. إلى ذلك قالت رئيسة لجنة الثقافة والإعلام النيابية ميسون الدملوجي أن اختطاف الصحفية العراقية أفراح شوقي تم وفق غطاء سياسي وحكومي من قبل جماعات تمارس القتل والاختطاف. الدملوجي في حديث للشرقية نيوز عدت ما تعرضت له الصحفية أفراح شوقي تكميما للأفواه وتقييدا لحرية التعبير عن الرأي. هناك يعني أنا يزعل الجماعة حينما نقول ميليشيات، الميليشيات هي من تقوم بهذه الأعمال تحت غطاء الدولة. مع الأسف هناك عصابات تنتمي إلى جهات رسمية، لو كانت يعني هناك قضية حقيقية لأتوا بأمر قضائي، هذا لم يحدث، وإنما أخذوها من جروها من بيتها في الساعة 10 مساء من عقر دارها، وهذه سابقة خطيرة. امرأة عراقية هي أخت لنا يتم التعامل معها بهذا الشكل. إن شاء الله ستكشف الأيام الجهة التي قامت بهذا وستفضح. هناك غطاء سياسي لعملية الاختطاف. أنا تكلمت مع السيدة أفراح وقلت لها أنها حقيقة بطلة، وهي وقوف الشارع معها كان لافتاً، وهذا لم يأتي من فراغ، هذا بسبب مواقفها السابقة وأهميتها في هذا الوسط الشعبي. ويعني هي طبعا بالتليفون لم تتكلم كثيرا، لكنها لم تكن تعتقد أنها ستعود إلى بيتها، وتعتقد أنه لولا الضغط الشعبي والجماهيري وخروج الناس بكل المستويات لما تم إطلاق سراحها. يعني كانت سعيدة بالخروج، لكنني يعني وأنا أكدت أن لها دور كبير في القادم من الأيام لكي نعمل سوية لمحاربة كل هذه القوى الظلامية التي تريد تكميم الأفواه. وأجرى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اتصالا هاتفيا مع الصحفية أفراح شوقي بعد نحو ساعة من إطلاق سراحها، وتمكنت بعض الكاميرات من التقاط صوت أفراح أثناء حديثها مع العبادي الذي كان يطمئن على وضعها ويسألها عن الخاطفين وعن طبيعة احتجازها. بس ملاحظة واحدة عندي، بس ملاحظة واحدة، لابد أن أشكر القوات الأمنية بكل تشكيلاتها وتصنيفاتها اللي وقفت وياي، مو وياي، وقفت ويا المرأة العراقية. إن شاء الله ما تنضام وما تنهان، وأشكرهم وإن شاء الله الله يقويهم. شكرا جزيلا. لملاحظاتكم راسلونا على rai@الشرقية.com. إذن مشاهدينا الشرقية نيوز تسرد في هذا الحصاد القصة الكاملة لاختطاف الصحفية العراقية أفراح شوقي ثم الإفراج عنها بعد 9 أيام غامضة تخللتها مواقف أمنية وسياسية عراقية ودولية، وتظاهرات فرقت بالقوة، ومطالبات عدة بكشف ملابسات الحادث الذي بقي مجهولا حتى بعد الإفراج عن أفراح. حول عملية الاختطاف وإطلاق السراح ينضم معنا الآن السيد هيوا عثمان الصحفي العراقي. سيد هيوا مرحبا بك في الحصاد،
أنت كنت متواجد أثناء وواكبت أيضا عملية إطلاق سراح أفراح شوقي، حدثنا يعني هل هناك من تفاصيل تخص هذا الموضوع؟ كيف جرت عملية الاختطاف؟ من هي الجهة؟ أين احتجزت؟ ما هي التهمة؟ حدثنا عن كل هذه التفاصيل. تحية لك وللأخوات والأخوة المشاهدين. طبعا تفاصيل العملية كما تحدثت عنها السيدة أفراح كانت واضحة، ليس لدي الكثير من أن أضيفه، سواء أن أقول بأن من قام بذلك أقول لهم رسالتهم وصلت، وبنفس الوقت رسالتنا أيضا نحن الصوت المدني الصحفيين صوت حرية التعبير في العراق أيضا رسالتنا وصلت لهم. أفراح أو هذه الجريمة التي قاموا بها وحدوا جميع العراقيين كردا عربا شيعة سنة أقليات، الجميع كانوا في موقف واحد. اليوم ونحن نستقبل أفراح في برج بابل الكل كان متواجد والكل كان ينادي بصوت واحد فرحا بحرية أفراح، وكان أيضا بنفس الوقت رسالة إلى الخاطفين بأنهم لن يستطيعوا أن يسكتوا أي شخص. هذه الطريقة التي قاموا بها بالعملية التي شرحتها السيدة أفراح بالتفاصيل التي قاموا بها، طبعا شغل عصابات وشغل يعني ما واحد ما يعرف كيف يصفه، سواء أنه لهم غايات واضحة، يعني الغاية الأولى والأخيرة واضحة منها هو أولا أن يقولوا للصحفيين وللآخرين للأحرار بأنه لا يوجد أحد لا أحد آمن. الرسالة الثانية هي إحراج الحكومة وإحراج رئيس الوزراء والجهاز الأمني في وقت يتحقق فيه الكثير من التقدم في جبهة الموصل والمعارك ضد تنظيم داعش، يعني عملية لفت أو إبعاد أنظار واضحة عن إنجازات الحكومة في الملف الأمني والعسكري في معركة تحرير الموصل. نعم سيد هو، يعني أنت صحفي وتعمل في منظمات صحفية، هل الكلام ينتهي بخروج أفراح؟ بالتأكيد لا، طبعا الكلام برأيي أنا الحديث يبدأ بخروج أفراح. أولا الانتصار المهم في قضية أفراح وهي أنها عادت، و تحدثت اليوم بأنهم قالوا لها شنو هالهوسة الكبيرة، وطبعا معظمنا ما نعرف أفراح بطريقة مباشرة أو بطريقة شخصية، ولكن رأينا بأن هذه قضية حرية التعبير تمسنا جميعا، والكل ساهم في عملية في حملة إطلاق العملية التحشيد والمساهمة في الضغط على الجهة الخاطفة في إطلاق سراحها، وطبعا هذا كانت رسالة مهمة وصلتها لهم. ولكن اليوم برأيي يجب أن يبدأ تحقيق جدي في الجهة وكيف تمكنوا من أن يقوموا بهذه العملية. الحديث عن أنه سيناريو مرة يقولون لنا نرى في هذه الجيوش الإلكترونية التي تابعة لبعض الجهات التي لا تريد أن تكون هناك دولة قوية أو حكومة قوية في العراق، رأينا كيف بدأوا أولا بالحديث عن أنه سيناريو مرتب، وبعد ذلك يتحدثون الآن عن قضايا التحريض ضد بعض الصحفيين الآخرين، ويقولون الآن بأن الصحفيين يتهمون الحشد الشعبي. أنا برأيي بأنهم قاموا بهذه القضية، أنا برأيي الجهة التي قامت بذلك هي أساسا ضد الحشد الشعبي أولا، وضد ضد عملية تحرير الموصل، وضد وجود وضع آمن في العراق، وضد الحكومة، وضد السيد العبادي. نعم، ولكن سيد هيوا، يعني اليوم أنت وصفت بأن ما حدث يعني لا يوجد وصف يجسد ما حدث لعملية اختطاف أفراح شوقي. النائب اليوم عن التحالف المدني الديمقراطي فائق الشيخ علي كتب في إحدى تدويناته شنو شكرا، شنو ماكو شيء، شنو تحقيق بسيط. بالفعل يعني اليوم يعني هل تصريحات أفراح شوقي تتناسب مع حجم التهديد الذي تتعرض له الصحافة؟ الموضوع لا يتعلق بأفراح، جميعنا فرحين بخروج أفراح، ولكن هذا الموضوع يهدد أيضا صحفيين آخرين. اليوم بحاجة إلى وضع حد، تصريحات تضع حد لمثل هكذا مجموعات.
اليوم كيف وجدت هذه التصريحات؟ هل تتناسب مع عملية الاختطاف؟ وكيف تعلق على ما قاله فائق الشيخ علي؟ طبعا تعليق على السيد النائب فائق الشيخ علي، مرات طبعا نرى تغريدات وتعليقات للسيد النائب تكون مناسبة في مكانها. اليوم لم أسمع بالضبط ما قلته عنه، ولكن يتحدث عن السيد فائق، يعني سيد هيوا، إذا تريد أن أعيد لك، يعني هو يقول بأنه ماذا يعني شنو شكرا، شنو ماكو شيء، شنو تحقيق بسيط، وهو يعني يعلق تعقيبا على ما قالته الصحفية أفراح شوقي في مؤتمرها الصحفي. شوف، أنا برأيي علينا جميعا أولا وآخرا أن نضع سلامة الصحفية أفراح كأولوية لنا جميع، يعني أولوية الجميع، هذا واحد. الشيء الثاني أنه ما قالته السيدة أفراح اليوم، يعني علينا أن نحترم ما تقوله، وأن لا نعقب كثيرا. المحك اليوم الجانب الأمني، المؤسسات الأمنية، الحكومة والقضاء العراقي هم اليوم على المحك لكي يتابعوا أفراح. لن تستطيع بوحدها أن تحارب هؤلاء وأن تطلق حملة، يعني البارحة طلعت، لا تستطيع اليوم أن تطلق حملة ضد الجهات الخاطفة، وحتى من حكيها يبدو أنه لا تعرفهم، ولكن بإمكان الحكومة والأجهزة الأمنية والاستخباراتية أن يتتبعوا ذلك. وعليه وعلى الجميع، جميع الكتل السياسية الآخرين الذين يقولون بأننا ندعم الحكومة ظاهرا ويعملون أشياء أخرى في يدعمون الحكومة نهارا ويقومون بأشياء أخرى ليلا، هؤلاء عليهم أن يدعموا الجهد، والجميع يجب أن يكون مساهما في جهد كشف هذه العصابات والجهات التي تقوم بالاختطاف، التي تحاول أن ترهب الصحفيين وتسكت الأصوات الحرة الناقدة البناءة. طبعا ليست أفراح لم تقل شيئا في كتاباتها كان يسيء إلى الدولة العراقية أو يسيء إلى الوضع في العراق، بالعكس كانت تكتب أشياء تنتقد من يسيئون إلى الدولة والنظام والقانون في البلاد. نعم سيد هوا، ولكن استكمالا لتصريحات النائب عن التحالف المدني فائق الشيخ علي، نحن فقط نسرد تعليقاتهم وتغريداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. قال بأنه يعني لماذا اختطفت وأين احتجزت وما التهمة التي وجهت إليها وماذا اعترفت، يعني هذه الإجابة على هذه الأسئلة ربما يضع حدا للاعتداءات مستقبلية على حرية الصحافة. بالتأكيد، ويعني أنا أعتقد أن على الأستاذ الصديق فائق الشيخ علي أن يوجه هذه الأسئلة إلى زملائه في البرلمان وفي الكتل الأخرى التي موجودين، هم في نفس القاعة، ما يحتاج يخليها بتغريدة. بإمكانه أن يسأل الآخرين الموجود زملاء في البرلمان الذين بعضهم طبعا يدعون العمل السياسي والوجود في العملية السياسية وبنفس الوقت يحركون هذه هكذا عمليات. طيب سيد هيوا، يعني في ذات الوقت وضمن أيضا التدوينات ما قالته السيدة حنان الفتلاوي رئيسة كتلة إرادة بأن حادثة الاختطاف فيلم هندي، لكن هذه النهاية هذه المرة مختلفة، جاءت نهاية سعيدة. يعني كيف تنظر إلى مثل هكذا تغريدات، و إلى أي مدى يمكن أن ينطبق ذلك على قصة أفراح شوقي؟ والله النائبة اللي ذكرت اسمها يعني عودتنا على هكذا تصريحات ويعني هكذا جمل وعبارات تهكمية من الجميع، ولا أعتقد أن هذا يستحق الرد بصراحة. نعم سيد هوا، يعني من ضمن التغريدات للسيد الكاتب الصحفي رافد جبوري ذكر بأنه سعيد جدا بحرية أفراح، أما حرية الصحافة فقد تلقت جرة أذن، هل تتفق مع ما قاله السيد رافد؟ صديق رافد، طبعا أكيد حرية الصحافة عانت اليوم. أفراح كما قلت في السابق لن تستطيع لوحدها أن تقوم بحملة. ما حصل اليوم
لأفراح كان برأيي انتصار مهم للصوت المدني، انتصار مهم ل كان الصوت المدني كان أعلى من صوت السلاح اليوم. وبنفس الوقت يعني صحيح حرية التعبير هي تقريبا نستطيع أن نقول هو أحد أهم الإنجازات، إنجازات العراق الجديد. إذا كان القائمون على العراق الجديد يحاولون أو يريدون أن يقوضوا هذا الإنجاز الشبه يتيم في العراق الجديد، قد يكون يعني يضعهم هذا أمام مسؤولية كبيرة بصراحة، أن يكونوا هم الدولة بشكل عام، الدولة، الكتل السياسية، المرجعية، الجميع عليهم أن يساهموا في الحفاظ على هذا الحق لجميع العراقيين، لأنه في وضع اليوم وضع الأمني غير تعبان، الوضع الاقتصادي تعبان، الفساد في أعلاه في هذه في البلاد. الشيء الوحيد الذي لدينا هو حرية التعبير، يعني إذا سلب هذا الحق يعني ما أعرف ماذا يريدون، أي عراقي يريدون أن يكون. نعم السيد هو محمود عثمان الصحفي العراقي والمدافع عن حرية الصحفيين، نشكرك جزيل الشكر لمشاركتك معنا في هذا الحصاد. حق الرد مكفول. راسلونا على rai@alsharqiya.com. حصادنا متواصل ونتابع فيه. سقوط طائرة عراقية روسية الصنع في صلاح الدين هي الرابعة خلال أشهر يعيد المطالبات بإعادة النظر في صفقات السلاح الروسي. أحمد ملا طلال يستضيف السوبر وزير محمد شياع السوداني ويناقش معه قرار استبعاد 220 ألف مستفيد من منح الرعاية الاجتماعية. أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية سقوط إحدى الطائرات التابعة لطيران الجيش بسبب خلل فني أثناء تحليقها ضمن تشكيل عسكري من دون أي توضيحات إضافية. من جانب آخر ذكرت مصادر أمنية في صلاح الدين أن الطائرة سقطت بعد ارتطامها بعمود كهرباء في منطقة البعيجي ضمن قضاء بيجي شمالي المحافظة، ما أدى إلى مصرع طاقمها المكون من اثنين. وكانت المنطقة شهدت أول أمس تسلل مسلحين من منطقة الفتحة شمالي بيجي إلى حقلي علاس وعجيل النفطيين شرق مدينة تكريت مركز المحافظة وتصدي القوات الأمنية لها. وذكرت وكالة أنباء عالمية أن الطائرة التي سقطت هي مروحية من طراز 135 روسية الصنع يطلق عليها تسمية صائد الليل، وكانت ضمن تشكيل متجه إلى ناحية الجيارة جنوب الموصل، حيث توجد قاعدة عسكرية كبيرة تعد منطلقا للمروحيات المشاركة في عمليات الموصل. ونقلت الوكالات عن ضباط عراقيين أن المروحيات تعمل دون كلل بسبب كثرة التحليق خلال العمليات العسكرية الأخيرة. هذا وأعاد سقوط المروحية العسكرية سريعا إلى الأذهان حوادث مشابهة للطائرات نفسها، دفعت الكثيرين في بغداد إلى المطالبة بإعادة النظر بجميع صفقات السلاح مع روسيا، لتأتي متزامنة مع المطالبات بالتحقيق وكشف المتورطين في ملف الأرز الهندي الفاسد. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. لم يكن سقوط المروحية العسكرية روسية الصنع التابعة لطيران الجيش العراقي من طراز 135 أثناء تحليقها مع سرب من الطائرات في محافظة صلاح الدين بعد ارتطامها بعمود للكهرباء ومقتل جميع طاقمها، لم يكن هذا الأمر مستغربا، لا سيما بعد تحطم أكثر من ثلاث طائرات روسية من طراز 135 أو ما تعرف بصائد الليل MI-17 خلال الأشهر الماضية بسبب أعطال فنية. تحطم المروحيات تزامن مع منع الطائرات المقاتلة الروسية أيضا من طراز سوخوي من المشاركة في ضرب أي أهداف وسط المدن، والسبب هذه المرة عدم قدرتها على إصابة الأهداف بدقة، لا سيما أن هذه الطائرات تسببت باستشهاد العشرات من المدنيين في منطقة بغداد الجديدة بعد سقوط صاروخ منها على حي سكني، إضافة إلى حادثة قصف مأتم للنساء في ناحية تازة جنوبية كركوك. الحوادث المتكررة دفعت الكثيرين في بغداد إلى المطالبة بإعادة النظر في صفقات شراء السلاح الروسي كلها،
لا سيما أن شبهات الفساد الكبيرة بدأت تحوم حولها. حوادث تحطم الطائرات الروسية والدعوة إلى إعادة النظر بها تزامنتا مع قضية شغلت الرأي العام كلها، وهنا الحديث عن الرز الهندي الفاسد، رز أصرت بعض الأطراف على بيعه في مفردات البطاقة التموينية بعد أن كان يوزع مجانا على الفقراء على الرغم من رائحة العفن التي ملأت أجواء العراق كلها والمطالبات بفتح تحقيق لمحاسبة المذنبين. وبين شبهات الفساد في صفقات الأسلحة الروسية والفساد في صفقة الرز الهندي العفن، يقف المواطن العراقي متسائلا عن الآليات المتبعة في إتمام الصفقات وإنفاق الأموال، لعل الإجابة تسمنه أو تغنيه من جوع. استضاف الإعلامي العراقي أحمد ملا طلال في برنامج بالحرف الواحد الذي يعرض على الشرقية نيوز، استضاف وزير العمل والشؤون الاجتماعية أصالة والصناعة والمعادن بالوكالة محمد الشياع السوداني، مبتدئا حواره بمصطلح السوبر وزير، في إشارة إلى تسلم السودان أكثر من وزارة خلال الحكومة السابقة والحالية، وحول ما إذا كان تسلمه لأكثر من وزارة في آن واحد يعني التهيؤ لتسلمه رئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة. قال السودان إن هذا الموضوع هو تكليف ليس إلا، وأن هناك وزراء آخرين يقومون بالمهمة نفسها. وهنيك على هاي، قبل ما أبدي بهذا الموضوع الملف رح أحكي موضوع السوبر وزير. شنو هذا السوبر وزير؟ ها أسر دورتي أنا ودمو دورتي أنا وتلا يعني الحمد لله. إيه لو وزارة أصالة وزارة وكالة، وإذا أكو مرات فوقهن لجان إضافية، بروفة على رئاسة الوزراء هذا. لا، هو فرضت الظروف اللي كانت تحيط بالحكومة، سواء الحكومة السابقة والانسحابات وخلو بعض المواقع، أو هذه الحكومة أيضا أكو تغييرات، فكان يضطر السيد رئيس الوزراء في كلا الحكومتين إلى تكليف أحد من الوزراء. طبعا هذا التكليف لكل الوزراء مو فقط أنا، عندنا وزير التجارة اليوم وزير التخطيط، والسيد رئيس الوزراء حقيبة المالية الدفاع الداخلية. السيد رئيس الوزراء رئيس وزراء، وزير التخطيط المكون آخر ما له علاقة برئاسة الوزراء. أنا جاي أشوفها بروفة لرئاسة الوزراء سنة. يعني هذا بالتأكيد يمكن سابق لأوان الكلام. أنا أشوفه هو مجرد تكليف من قبل السيد رئيس الوزراء لسيد شاغر، يضطر أنه يمشي أمور الوزارة. ما أدري، أنا متوقع الدورة الجاية يصير معركة حول الوزارة بين قطبين يجوز ثلاثة، ويدفع باسمك كمرشح تسوية إذا صارت تنطيني وزارة. المشكلة أستاذ أحمد، مشكلة العراق هي مشكلة أشخاص، أنه سين أو صاد يسلم رئاسة الوزراء، بقدر ما هناك نظام ورؤية جديدة لإدارة الدولة. زين. حول قانون الرعاية الاجتماعية، قال السوداني لبرنامج بالحرف الواحد إن هدف القانون هو معالجة الفقر في العراق، مشيرا إلى أن شبكة الرعاية الاجتماعية السابق، وبحسب دراسة أعدها البنك الدولي ووزارة التخطيط العراقية، فإن دقة شبكة الرعاية الاجتماعية تراوحت بين 18% إلى 24%، وهذا يعني ذهاب ما يقارب من مليار دولار من أموال الشبكة إلى غير المستحقين لها. شنو هالقلب الصخر الجلمود اللي عندك بحيث وقعت على حجب 220 ألف راتب، وكنت تعرف يجوز غالبيتهم ما مستحقين؟ القانون هو قانون الحماية الاجتماعية الذي بدأ تنفيذه مطلع عام 2015، شرع في 2014 بسبب عدم الموازنة في ذاك العام. مع بداية عمل الحكومة بدأنا بتنفيذ هذا القانون. هذا القانون هو أساس لنظام حماية اجتماعي متكامل كفوء دقيق، حتى نوصل الأموال إلى مستحقيها ونعالج معالجة دقيقة للفقر، إذا أردنا فعلا نريد نعالج الفقر وننهي هذه الصور المساوية اللي نشوفها يوميا. أنطيك فقط إحصائية لتقرير وزارة التخطيط والبنك الدولي، قيموا شبكة الرعاية الاجتماعية السابق. طبعا بلغ قبل نفاذ القانون، قبل نفاذ القانون زين، بلغت نسبة دقة شبكة الرعاية الاجتماعية بين 18 إلى 24% دقتها، يعني انه الاموال رايحه للمستحقين بنسبه 24%. خلينا نقول 24%. اذا اريد نحسبها من اصل التخصيصات السنويه البالغه تريليون و350 مليار دينار، يعني بحدود تريليون دينار يذهب لغير المستحقين.
يعني تقريبا تناوشنا المليار مليار دولار مليار دولار هذا رقم لغير المستحقين لغير المستحقين وفق آلية معيار خط الفقر اللي يعتمد بموجب هذا القانون. هذا بالتأكيد فد رقم مهول في دولة تواجه أزمة مالية وفيها نسب مرتفعة من الفقر. لا زال الكثير من المواطنين الفقراء ينتظرون فرصة حتى يستلمون هذا الراتب، بدليل أنا عندي هسه مليون طلب ينتظرون من عندي اليوم تعال النتائج ويدخلون شبكة الحماية الاجتماعية. وصف رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية كاظم الشمري رفض المرجعية الدينية في النجف والشعب العراقي التعامل مع التسوية السياسية، وصفه بأنه رصاصة الرحمة في نعشها، داعيا متبنيها إلى الاتعاظ من الدروس السابقة والتجارب الفاشلة التي أوصلت العراق إلى حافة الهاوية. وقال الشمري في بيان إن منهج الطائفية السياسية والمحاصصة التي اعتاشت عليها بعض الأحزاب والكتل السياسية منذ عام 2003 وحتى اليوم التي لم ينتج عنها إلا الدمار والخراب وضياع الثروات هو منهج أصبح مستهلكا، ولا ينبغي على الأطراف المتبنية له الاستمرار بمحاولة ترويجه. وأبدى الشمر استغرابه من أن القوى السياسية التي تبنت منهج المحاصصة سابقا أعادت الأخطاء السابقة نفسها، ولكن بثوب جديد ظاهره وطني وعنوانه التسوية التاريخية، لكن مضمونه ينطلق من أرضية المحاصصة الطائفية السياسية نفسها. إذن مشاهدينا، وينضم معنا الآن السيد كاظم الشمري رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية. أهلا بك سيد كاظم ضيفا معنا في هذا الحصاد. يعني ما الذي جعلك تصف التسوية بأنها رصاصة رحمة؟ تفضل. نعم، تحية لكم وللمشاهد الكريم. يعني نحن في ائتلاف الوطنية أود أن أؤكد أننا مع أي جهد وطني يؤدي إلى إنقاذ البلد أو إلى إيقاف التدهور الحاصل في الوضع العراقي بشكل عام، سواء كان هذا الوضع وضعا اقتصاديا أو سياسيا أو أمنيا أو حتى فيما يتعلق بالقيم الاجتماعية والتربوية. فكيف الحال إذا كانت هناك جهود لوضع تسوية أطلق عليها تسوية تاريخية؟ فبالتأكيد نحن مع هذه الجهود، لكن بقراءة سريعة لهذه التسوية أستطيع أن أقول أننا عندما اطلعنا على هذه التسمية، تسمية التسوية التاريخية، فإننا نفترض ابتداء أن هناك خللا أو أن هناك مشكلة في بنية العملية السياسية تستدعي التوقف والمراجعة، وأولى خطوات هذه المراجعة تكون المصارحة بين القوى السياسية على ما اعترى هذه العملية السياسية من أخطاء منذ عام 2003 لحد هذا اليوم بناء على هذه التسمية. ونحن نعتقد حقيقة أنه هذه الأخطاء يجب أن يتحملها جميع الشركاء في العملية السياسية، كل حسب نسبته في اتخاذ القرار. وبما أن الأخوة في التحالف الوطني هم كانوا أصحاب القرار، فيتحملوا الجزء الأكبر من الأخطاء التي حصلت، وأولى هذه الأخطاء هي الطائفية السياسية أو المحاصصة الطائفية السياسية التي لم تدمر العملية السياسية فقط وإنما مزقت الشعب العراقي. لذلك نقول أن الخطوة الأولى كان يجب أن تبدأ بمصارحة بين هذه القوى السياسية، وأن تقدم هذه القوى السياسية كل حسب نسبتها من هذه الأخطاء في اتخاذ القرار، أن تقدم اعتذارا للشعب العراقي عن الأخطاء التي ارتكبتها بحق العملية السياسية وبحق الشعب العراقي. هذه الخطوة الأولى، وللأسف الشديد لم تحصل هذه الخطوة. الخطوة الثانية أن التسوية قدمت من قوى سياسية من قوى سياسية حزبية، وبالتالي نحن نفترض عدم حيادية هذه القوى لأنها حزبية وتمثل فكرا معينا. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن هذه التسوية لم يتم التشاور معها مع الشركاء السياسيين، وبالتالي انفردت جهة سياسية واحدة
بتقديم هذه الهبة السياسية إلى الشركاء، وهذا حقيقة يعني أفقدها الكثير من قيمتها الوطنية. كان يفترض أن تشترك فيها جميع القوى السياسية إضافة إلى القوى المجتمعية والمدنية، وبما فيها نقابات واتحادات ومنظمات مجتمع مدني، لأنها تعنى بإعادة تقييم للوضع السياسي والاقتصادي. طيب. أو للعملية السياسية بشكل عام منذ عام 2003 لحد الآن، وهذا لم يحصل أيضا. النقطة الأخيرة حقيقة أن القضاء قد غيب عن هذه التسوية. التسوية تتضمن إشارة إلى إعفاء بعض الأشخاص عن جرائم معينة، أو يعني التلويح بذلك على الأقل، ولم نرى رأيا للقضاء في هذا الأمر. هل هذا الأمر ينسجم مع توجهات القضاء العراقي أو لا؟ غيب رأي القضاء العراقي عن هذه التسوية. لذلك حقيقة كل هذه الأمور تجعلنا نقول أن التسوية ولدت ميتة، إضافة طيب. إلى أن رأي المرجعية نعم. طيب سيد كاظم، يعني أثرت جملة من المآخذ على هذه التسوية، من ضمنها أنها قدمت من قوى حزبية وبالتالي فإنها غير محايدة. السؤال المطروح، يعني من هو اليوم يعني يمتلك الثقة والثقل لتقديم تسوية وتكون هذه التسوية محايدة في العراق؟ نعم، يعني الكل يعلم ويعرف أن هناك جهة سياسية أو سلطة في الدولة تمثل كل العراقيين. هذه السلطة هي مجلس النواب. لذلك نحن في ائتلاف الوطنية حقيقة نقول أنه على القوى السياسية أن تشترك بوضع تصوراتها وتقدم هذه التصورات إلى مجلس النواب الذي يقوم بتبني هذه الوثيقة والتصويت عليها داخل مجلس النواب لتكون ملزمة لجميع الأطراف. الذي حصل أن مجلس النواب هو آخر من يعلم بهذه الوثيقة. هذه الوثيقة وضعت من جهات حقيقة غير معروفة لدينا على الأقل. يعني أنا بودي أن أثير هنا مسألة، أننا في ائتلاف الوطنية لم تعرض علينا الوثيقة بشكل رسمي لحد هذه اللحظة. تناولها الإعلام بشيء من البهجة وشيء من التهويل، وكأنها هي الحلقة الأخيرة في مسلسل السنوات المظلمة في هذا البلد. لكن حقيقة لم يطلع عليها الكثير من السياسيين. نعم، ولكن سيد كاظم، يعني أليس مجلس النواب هو وجه آخر للمحاصصة الطائفية السياسية؟ لا أبدا، مجلس النواب يمثل كل القوى السياسية ويمثل كل الشعب العراقي، ولا يمثل يعني هذا يعني عذرا، هذا تجني على مجلس النواب عندما نقول أنه يمثل المحاصصة الطائفية. مجلس النواب نتاج إرادة الشعب العراقي، وبالتالي هو مخول من الشعب العراقي بوضع هذه التسوية أو غيرها أو تصورات كاملة على الوضع العراقي. أنا بودي أن أقول أن العراق بحاجة حقيقة إلى تسوية حقيقية، لكن الظروف الحالية الآن التي يمر فيها البلد وعدم حسم موضوع داعش في الموصل وتردي الوضع الأمني في محافظات أخرى، يعني هذا يجعلنا غير، أو أنه يجعل هذه التسوية لا يكتب لها النجاح. يعني اليوم إحنا لو تم الاتفاق على هذه التسوية واتفقت القوى السياسية، من الضامن أن اليوم الذي سيلي أو الأيام التي ستلي الاتفاق على هذه التسوية ستشهد سلما نهائيا، ولن يكون هناك أي أعمال عنف أو أي طيب. إرهاب أو ما شابه. طيب سيد كاظم، يعني إذا كانت هذه التسوية ولدت ميتة كما تقول، يعني ما الغاية من طرحها في هذا التوقيت تحديدا؟ يعني اجتهاد من بعض الأخوة، ويعني هم لا يلامون على هذا الاجتهاد،
يشكروا على الجهود التي بذلوها، لكنهم اختاروا الطريق الحقيقة الخطأ، واختاروا أيضا التوقيت الخطأ، وكان عليهم أن يشتركوا مع جميع الشركاء السياسيين كما قلت قبل قليل، وأسهبت في شرح أخطاء هذه الوثيقة وعملية طرح هذه الوثيقة. لذلك نقول يعني حقيقة نحن بحاجة إلى عملية تسوية، لكن تسوية يجب أن تنطلق من ممثل الشعب العراقي وأن لا تنطلق من الطائفية السياسية. هذه التسوية لم تتضمن في يعني في يعني مضامينها أي إشارة إلى القضاء على المحاصصة الطائفية والسياسية، والكل يتفق رسميا وشعبيا وإعلاميا على أن الطائفية السياسية دمرت العملية السياسية. لم تتضمن إشارة إلى إلغاء الطائفية السياسية وإلى اعتماد المواطنة أساسا للتعامل مع المواطن العراقي. وبودي أن أشير حقيقة يعني كخطوة أولى نحو موضوع التسوية، كنا نتمنى يعني على الأخوة القائمين أن الخطوة الأولى أن يكون هناك إشارة، مو إشارة وإنما أن يكون هناك إلحاح وإصرار على تشريع قانون يجرم الطائفية السياسية في مجلس النواب، وتنطلق الكتل القوى السياسية من مدى انطباق برامجها السياسية مع ما يريده الشعب. نعم السيد كاظم الشمري رئيس كتلة الوطنية النيابية، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. حق الرد مكفول. راسلونا على rai@alsharqiya.com. ونتابع أيضا في هذا الحصاد، أردوغان يؤكد أن العلاقات العراقية التركية ستعود للأفضل، وبن علي يلدرم يقول إن بلاده لن تكون في أمان من دون سلطات قوية في العراق وسوريا. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العلاقات التركية العراقية التي شابهت التوتر سابقا ستعود للأفضل بعد زيارة رئيس الوزراء بن علي يلدرم لبغداد، مشيرا إلى أن بلاده تتابع الأوضاع عن كثب في العراق. وأعرب أردوغان خلال كلمة له اليوم أن يكون عام 2017 عام حل جميع الأزمات في المنطقة، مشيرا إلى أن تركيا تعمل مع روسيا على تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا، وستحرر خلال فترة قصيرة مدينة الباب ثم منبج. نقوم بمتابعة الأمور عن كثب في العراق، وسيكون للسيد رئيس الوزراء زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد إن شاء الله. بعد هذه الزيارة سوف ترجع العلاقات إلى ما كانت عليه، بل إلى الأحسن إن شاء الله. خلال فترة قصيرة سوف نقوم بتحرير مدينة الباب، ومن ثم سنقوم بالتوجه إلى مدينة منبج من أجل استهداف أوكار التنظيمات الإرهابية. وتعلمون جيدا بأننا بدأنا مع روسيا اتفاقية الهدنة وإيقاف إطلاق النار، ونحن نبذل قصارى جهودنا مع روسيا من أجل إكمال هذه الاتفاقية، ونتمنى إيجاد حلول جذرية للأزمة السورية. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إن بلاده لن تكون في أمان إن لم تكن هناك سلطات قوية في العراق وسوريا. وأضاف يلدرم في كلمة أمام الكتلة النيابية لحزبه أن الحكومة التركية أطلقت على هذا الأساس مرحلة جديدة لتوطيد العلاقات مع العراق، حيث كان هناك اتصال هاتفي بين الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مضيفا أنه سيزور العراق هذا الأسبوع لتجديد التضامن في مكافحة الإرهاب. وأضاف أن الحكومة التركية نجحت في توطيد العلاقات مع روسيا، حيث تمكنا بنجاح من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا، مضيفا أن العالم لا يكافح تنظيم داعش بشكل فعلي، مؤكدا أن تركيا وحدها التي تكافحه.
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن قوات الحشد الشعبي في العراق تشكل قوة استراتيجية لحفظ الأمن المستقبلي في البلاد. وأشاد شمخاني خلال لقائه نائب الرئيس العراقي نور المالكي حسب وسائل إعلام إيرانية بتحالف الشيعة في العراق وتعاطيهم الإيجابي والبناء مع باقي المكونات السياسية والدينية. وقال إن استمرار المسار الإيجابي الموجود حاليا في التحالف الشيعي بحاجة إلى الصبر والتضحية والتناغم والتعاون، وأن زعماء الشيعة في العراق يتحلون جميعهم بهذه الصفات. واتهم شمخاني الولايات المتحدة بوضع العراقيين لإحباط جهود تحرير الموصل، مؤكدا أن ذلك نابع عن عدم رغبتها لإنهاء الأزمة الأمنية في غرب آسيا. قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن إقليم كردستان يصدر أكثر من النسبة المحددة له من النفط عبر ميناء جيهان التركي. ودعا العبادي خلال مؤتمر صحفي حكومة الإقليم إلى مزيد من الشفافية والوضوح في تصدير النفط. النفط هو الوارد الأساسي اللي يمثل ربما الآن يعني بين 85 إلى 90% من إيراداتنا. هذا النفط الإقليم الآن دي يصدر مقدار من النفط أكثر من نسبة سكانه إلى العراق، وهذه مو ادعاء ولا تخمين، أرقام رسمية ذات غير الرسمية، أكو كلام غير رسمي أن النفط دي يصدر بطريق آخر ما أتحدث عن هذا، هذا أيضا موجود، دا أتحدث عن أرقام رسمية للتصدير عن طريق الخط التركي رسمي. نستلم كل يوميا وبشكل شهري كيف تصدر رسميا عن طريق ميناء جيهان، لذا يصدر الإقليم أكثر من حصة الإقليم أكثر من 17%. من جهتها اكتفت حكومة إقليم كردستان بالرد على تصريح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من خلال مسؤول بدرجة مدير عام، حيث نفى نائب رئيس لجنة الثروات الطبيعية في برلمان الإقليم تصدير الإقليم للنفط بأكثر من النسبة المحددة لها. وقال دلشاد شعبان في تصريح صحفي أن إقليم كردستان يصدر 520 إلى 550 ألف برميل يوميا إلى ميناء جيهان، وبإضافة صادرات النفط في كركوك التي يتم تسليم نصفها إلى الحكومة، فتصل صادراته النفطية من 580 إلى 600 ألف برميل يوميا. وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث بها العبادي عن نفط إقليم كردستان، ففي عام 2014 كان يقول بأن إقليم كردستان يصدر 400 ألف برميل من النفط يوميا عبر ميناء جيهان التركي، في الوقت الذي كانت كميات النفط المصدرة لا تتجاوز 150 ألف برميل يوميا. دعا رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم من سماهم بالسنة إلى عقد مؤتمر عام لهم يختارون فيه قادة يمثلونهم لكي يجري الحديث معهم بما يسمى بالتسوية. جاء ذلك خلال مداولات أجراها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مع الحكيم في بغداد اليوم الأربعاء. وقالت مصادر مطلعة على الاجتماع أن ممثل الأمين العام شرح لرئيس التحالف الوطني مواقف الرفض التي صدرت عن أطراف موجودة في العملية السياسية وخارجها بأسلوب عرض ما يعرف بالتسوية ومضامينها. ورد الحكيم بأن على السنة أن يعقدوا مؤتمرا عاما لاختيار من يمثلهم للحديث مع الأطراف الأخرى. وقالت المصادر إن الاجتماع تناول أيضا رفض مرجعية النجف أي موقف يتبنى ما يعرف بالتسوية وعدم قبولها زج اسمها في هذا الأمر. أكد النائب عن التيار المدني الديمقراطي مثال الآلوسي أن المرحلة المقبلة ستشهد تحالفات جديدة والتفافا على الديمقراطية تزامنا مع قرب الانتخابات. وقال الآلوسي أن الأحزاب الدينية تسعى إلى احتلال الصدارة في المشهد السياسي، لا سيما أنها تمسك بزمام الأمور سواء في مؤسسات الدولة أو غيرها على الرغم من فشلها وسوء إدارتها. ودعا الآلوسي إلى فسح المجال أمام المدنيين وأصحاب الكفاءات لبناء دولة قوية ضمن قيم الديمقراطية والمواطنة التي لا تفهمها الأحزاب الدينية بحسب تعبيره. سقط 19 مدنيا بين شهيد وجريح بانفجار سيارة مفخخة استهدفت عائلات نازحة شرقي الموصل.
مصدر أمني قال إن تنظيم داعش فجر السيارة في حي الوحدة شرقي الموصل بالتزامن مع وجود مجموعات من العائلات النازحة، ما أدى لاستشهاد 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين. وأضاف المصدر أن جثث الشهداء أخليت إلى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج. وأعلنت الأمم المتحدة عن نزوح نحو 13,000 شخص من مدينة الموصل خلال الأيام الخمسة الماضية بسبب المعارك الدائرة بين القوات العراقية المشتركة وتنظيم داعش. وقال السكرتير الصحفي للأمم المتحدة ستيفان دوكاريك إن عدد الأشخاص الذين يغادرون الموصل بشكل يومي ازداد بنسبة 50%، ليرتفع بذلك من 1600 شخص إلى 2300 شخص في اليوم الواحد، مؤكدا أن ارتفاع عدد النازحين يعود إلى بدء المرحلة الثانية لعملية تحرير المدينة من عناصر داعش. هذا واضطر الآلاف من المدنيين من سكان المناطق المحررة في الساحل الأيسر لمدينة الموصل تحديدا في حيي سومر والانتصار اضطروا إلى النزوح إلى ناحية برطلة وما حولها بسبب القصف المستمر الذي يشنه تنظيم داعش على منازلهم بالقذائف والصواريخ. وفي تصريحات أوردتها رويترز نقلا عن قائد ميداني قوله إن القطعة العسكرية استطاعت فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين خلال تقدمها، مبينا أن نحو 3,000 شخص نزحوا من منازلهم، فيما روى نازحون معاناتهم بسبب قصف داعش الذي يطال منازلهم، إضافة إلى انعدام المواد الغذائية الذي تسبب بحالات جوع كثيرة. سحبنا نفسنا وطلعنا من المشوار وصلنا هنا. القصف يعني ما داعش على انتصار على البيوت، يحرقون سيارات بيوت، جوعوا العالم، لا شيء لا شيء، جزارك لحيتك كل هذا ما داعش. خلال الأيام الماضية وانتصارات قواتنا المسلحة تم فتح ممرات آمنة لإخواننا المواطنين وأبنائنا، والحمد لله والشكر ازدادت أعداد النازحين 4,000 إلى 3,000 البارحة، واليوم تقريبا نفس المعدل. إلى ذلك حذر مسؤول إغاثة النازحين علي جهانجير من استمرار استهداف تنظيم داعش للمدنيين في المناطق المحررة من مدينة الموصل. وقال جهانجير في حديث للشرقية نيوز إن هناك ممرات آمنة وضعتها وزارة الهجرة للراغبين بالنزوح من الساحل الأيسر من الموصل، مشيرا إلى أن القصف لا يمكن السيطرة عليه لأن الأحياء مفتوحة على بعضها. مسألة القصف لكنه مسيطر عليها باعتبار منطقة الانتصار، يعني يعلم الجميع وأهالي نينوى أنه بها مناطق مفتوحة، فبالتالي القصف قد لا يؤثر بشكل مباشر، وهناك عمليات عسكرية تخص الطيران الجيش وتخص المقاتلات وتخص يعني الأسلحة الساندة تستهدف أي إطلاق أو هاون يخرج باستهداف هذه العوائل، لكنه هي مناطق عسكرية احنا لا نستطيع إخفال هاي الحقيقة. ومسألة العوائل هناك ممرات آمنة وعجلات خاصة يتم نقل العوائل أو خيارهم، أما إسكانهم ضمن مناطق المحررة الآمنة ضمن حي الانتصار باعتبار حي الانتصار الآن قطعنا شوط بها وتقدمت القوات أكثر فأكثر باتجاه حي سومر والمناطق الأخرى. وتواصل القوات العراقية المشتركة تقدمها في الساحل الأيسر من مدينة الموصل وتخوض معارك عنيفة مع عناصر تنظيم داعش. وقال قائد الحملة العسكرية الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان إن قوات مكافحة الإرهاب في المحور الشرقي للساحل الأيسر تمكنت من تحرير الحي الصناعي في الكرامة والمنطقة الصناعية وشركة مرسيدس والسايلو ومعمل الطحين والمعارض والمجمع التجاري جنوب التأميم. وأضاف أن المحور الجنوبي للساحل الأيسر لقوات الشرطة الاتحادية وقطعات الفرقة التاسعة من الجيش تمكنت من التوغل بأحياء السلام وفلسطين والشيماء والوحدة والسيطرة على عدد من البنايات، وتمكنت من تحرير حي الميثاق، مشيرا إلى أن طيران التحالف الدولي ساهم في المحور الشمالي وقصف مواقع لداعش أسفرت عن مقتل 11 عنصرا
وتفجير 3 عجلات مفخخة. باشرت فرقة الرد السريع اليوم تحرير حي الميثاق، والتقدم مستمر في حي الميثاق بإسناد من أبطال القوة الجوية العراقية. حاليا تم فتح ممرات آمنة لخروج العوائل من هذا الحي، التقدم مستمر، العدو مهزوز. أعلن وزير الكهرباء قاسم الفهداوي نجاح وزارته بإعادة واستقرار التيار الكهربائي إلى مدينة الرباد مركز محافظة الأنبار، على الرغم من تدمير أكثر من 80 برجا من الخط الواصل بين الفلوجة والرمادي. وقال في مؤتمر صحفي أثناء افتتاح محطة كهرباء الصوفية الثانوية بطاقة 132 ميجاوات والتي فجرها تنظيم داعش خلال عملية تحرير الرمادي، قال إن إصلاح المحطة وإعادة التيار الكهربائي كان يمكن أن يستمر لعامين، لكن جهودا استثنائية من قبل ملاكات الوزارة أعادت تأهيل ونصب 83 برجا للضغط العالي من مدينة بغداد إلى مدينة الرمادي خلال 40 يوما فقط. كونها تعرضت إلى قذيفة، وإنجاز الخط الواصل لها أيضا عمل مميز، لأنه جرى في ظرف لا توجد فيه أموال ولا يوجد، والمنطقة اللي كان فيها يمر الخط كلها مزروعة بالعبوات الناسفة بشكل خبيث، ولهذا فقدنا شهداء أعزاء من وزارة الكهرباء ومن القوات الأمنية رحمة الله عليهم، كانوا ضحية وثمن لهذا الخط لهذه الخدمة. أما الآن وصلت الطاقة إلى هذه المحطة، وأجرينا صيانة على بعض شبكات التوزيع بنسبة كل منطقة، تم صيانة مجموعة منها، وسيطلق الخدمة في باقي المناطق تدريجيا حسب قدرة دائرة التوزيع على صيانة المحولات المناطقية والخطوط. بهذا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام هذا الحصاد، تقبلوا من الجميع التحية، إلى اللقاء. إلى اللقاء.